خلينا نشوف سيناريوهات. سيناريوهات ايه تحديدا؟ هي سيناريوهات ما بعد موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النيران. وخليني هنا أخد معانا على تليفون الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد نظير مجلي، محدثنا من الناصرة فلسطين. أهلا بيك. اهلا بيك يا عزيزي الاستاذ يوسف وبالاخوه المشاهدين والمشاهدات. اهلا بيك سيد نظير. سيد نظير، يعني ماذا ترى من سيناريوهات بعد موافقه حماس على المقترح المصري بوقف اطلاق النيران؟ يعني يفترض ان يكون هناك رد ايجابي. يعني رئيس المعارضه الاسرائيليه يائير لبيد قال معقبا على ردود الفعل الاسرائيليه السلبيه تجاه هذا الموقف في أنه لو كانت إسرائيل دولة طبيعية لكانت حكومتها اجتمعت وتلقفت الموقف الذي اتخذته حماس وسارت إلى الأمام وأرسلت وفدا إلى القاهرة لكي يفاوض على تفاصيل الاتفاق. لكن كما هو معروف إسرائيل لم تعد تلك الدولة الطبيعية، وقيادتها اليمينية اليوم لديها حسابات أخرى تماما بعيدة عن حسابات المصالح العامة، وتريد أن تستمر في هذا التوتر. أولا لأن هذه عقليتها، ثانيا لديها سلاح ذلك أن حماس تأخرت في الرد وأن حماس قامت بقصف قوة عسكرية في كرم أبو سالم وأدى ذلك إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 9 جنود آخرين، فلديها رغبة في الانتقام، ولذلك اجتمعت واتخذت قرارا بالاستمرار في الحرب. السيناريو الأقرب إلى المنطق هو أن تتدخل الآن الولايات المتحدة بجهة، وأن تؤثر المظاهرات التي انطلقت في شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا الآن في هذه اللحظات. الناس في الشارع يرفعون شعار اذهبوا إلى صفقة، تجاوبوا مع مواطنة حماس. هذا الضغط من جهة مع الضغط الأمريكي الذي يفترض أن يكون، حتى الآن لا نعرف ما هو موقف الولايات المتحدة، نعرف أنها ترفض أن يكون هنالك اجتياح لرفح، ولكن لا نعرف إذا كانت ترى في المشروع المصري هو نفس المشروع الذي نشارت به هي أيضا، لأنه أعتقد أن مصر لم تقترح على حماس مشروعا من دون اتفاق مع الأمريكيين، ومع ذلك الأمريكيون حتى الآن يتلكؤون في إعلان موقف واضح من هذا الاتفاق. ولكن نرى تلميحا أن مسؤولين أمريكيين كما قالوا لرويترز الليلة أن نتنياهو ومجلس قيادة الحرب لا يتعاملان مع مرحلة المفاوضات هذه بحسن نية، ولذلك هذه بداية الضغط. فإذا لم ينجح هذا الضغط فإن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مشروعها لتوجيه ضربات لرفح، ليس اجتياحا كاملا مثل ما تهدد إسرائيل، ولكن في قضية تهجيج أهل رفح هي بدأت من زمان في الواقع عندما بدأت تقصف رفح ودمرت نصفها، لكن الآن يوجد تصعيد في الرد الإسرائيلي على عملية كرم أبو سالم، وليس فقط على عملية كرم أبو سالم بل تريد أن تعجل مسألة التهجير حتى تقول الولايات المتحدة ها نحن استطعنا أن نهجر الفلسطينيين من دون أن تقع مآسي كبيرة. طيب سيد نظير، هل ترى انه يعني استمرار هذه العملية المحدودة التي بدأتها إسرائيل في هذا الصباح في مدينة رفح اتفق في انها قد تكون ايضا رد على مسألة ضرب معبر كرم أبو سالم، لكن ألا ترى انه من الوارد ان تكون لخلق ضمانة ما لعدم استمرار الحرب بعد إتمام صفقات التبادل؟ من الممكن طبعا، دائما تحاول ان تسجل نقاط القياده الاسرائيليه خصوصا العسكريه منها، ولكن المساله يعني هي تخطط لها من زمان، هي تريد الولايات المتحده تقول لها اي دخول لرفح سيكون ثمنه باهظا جدا، فتحاول ان تقول لا ليس باهظا جدا، ها نحن قد دخلنا ولم يكن هذا الثمن. وطبعا هنالك عناصر اخرى مربوطه في هذا الاقتحام ويجب أن يحسب حسابها، لأن ماذا ستفعل إسرائيل عندما تدخل إلى هذه المنطقة الشرقية من رفح؟ ماذا يوجد هناك؟ يوجد مثلا مخازن للأونروا، هل ستسيطر عليها؟ توجد عيادات طبية، هل ستهدمها مثل ما فعلت في وسط غزة؟
هناك الحدود المصرية، ماذا ستفعل مع الحدود المصرية؟ معروف أن مصر أعلنت حالة تأهب على الحدود، وهي لا تقبل أن تقوم إسرائيل باحتلال الشريط المعروف باسم فيلادلفيا. فهناك أكثر من إشكالية، لهذا توجد عدة علامات استفهام إذا كانت إسرائيل ستنفذ حتى هذه المرحلة الجزئية. ومع ذلك هي تقوم بهذا الضرب الآن، هي بالوقت الحاضر قدر من بعيد لم تقرر الاقتحام حتى الآن، أو على الأقل إذا كان سيكون هناك اقتحام يحتاج إلى عدة أيام، لكن موافقة حماس على صفقة سيجعل الموقف الإسرائيلي محرجا جدا، إن لم يكن مع الولايات المتحدة فمع العالم أجمع ومع المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص. فهؤلاء يرون أن إسرائيل تحاول أن تخرب. يعني اليوم استمعت إلى واحدة من أمهات الجنود المحتجزين لدى حماس تقول يوجد في حكومة إسرائيل وزراء متعطشون للدم، هؤلاء لا يريدون أي شيء اسمه صفقة وهدوء وسلام، يريدون فقط حرب ولا يهمهم أن يموت الناس. هذا النفس الموجود والسائد بين العائلات التي تنزل إلى الشوارع هو نفس قوي ومهم ومؤثر. فإذا فعلا كان هناك تصعيد في الشارع الإسرائيلي، عندئذ من الممكن أن يكون أكثر من علامة استفهام على إمكانية أن تتقدم إسرائيل في عدوانها هذا. إذن مدى قوة تأثير التصعيد في الداخل الإسرائيلي، مدى قوة تأثير تصعيد الشارع الإسرائيلي على حكومته، ومن ناحية أخرى مدى قوة تأثير يمكن التظاهرات الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية بين صفوف الطلاب والأكاديميين، وتلحق بها أيضا تظاهرات متضامنة في الجامعات الأوروبية؟ أولا يوجد دور ومؤثر وبدأنا نرى ذلك. أولا في الولايات المتحدة يؤثر على الإدارة الأمريكية، لذلك رأينا تصعيدا في النشاط الأمريكي لتغيير الواقع والذهاب إلى صفقة. ومن الممكن أن نقول أن وجود ويليام بيرنز ومكالمة بايدن مع نتنياهو وزيارة بلينكين الأخيرة كانت عملية تصعيد في الموقف الأمريكي تأثرا من الشارع الأمريكي. الولايات المتحدة ليست أو الإدارة الأمريكية ليست معنية بمثل هذه المظاهرات في الشوارع وفي الجامعات، خصوصا وأنها في مرحلة انتخابات. الأمر الثاني المتعلق في المظاهرات الإسرائيلية، نجح نتنياهو خلال عدة شهور أن يحدث شرخا داخل عائلات الأسرى، كسب قسما منها فأصبحت تقوم بمظاهرات تطالبه بأن يستمر في الحرب، لكنه لم ينجح في تجنيد جماهير، وهذه العائلات بدأت تقل وتتقلص. الآن الغالبية الساحقة من العائلات تقف مع أبنائها ضد نتنياهو وحكومة نتنياهو، وباتت تربح شعارا لإسقاط حكومة نتنياهو، وهذا جديد. انضم إليهم طبعا قادة الاحتجاج، والآن بعد أن أصبحت هناك موافقة من حماس لدي شعور من نوعية الأشخاص الذين أراهم في تلك المظاهرات من خلال الشاشات أن هناك نوعية جديدة من المشاركين، مما يعني أنها ذاهبة للاتساع. إذا نجحت في الاتساع ستؤثر بالتأكيد، ولن يكون سهلا على نتنياهو المضي قدما في موقفه، فيبحث عن بدائل أخرى تعوض له المشكلة التي يعانيها. وكما نعرف هو لديه مشكلة كبيرة في قضية المحكمة، قضية الفساد والتي يحاكم فيها، وهو يريد أن يستمر في الحكم. فإذا وجد طرق أخرى، مثلا أن يذهب إلى الانتخابات ولديه أجندة سياسية مفيدة له في المعركة، من الممكن أن يتقدم في هذا الاتجاه ويفرض حكومته، يعني يفككها. وهذا واحد من السيناريوهات المتوقعة في إسرائيل. في كل الأحوال هو يعرف أن وقف إطلاق النار، يعني وقف الحرب في غزة، سيؤدي إلى حرب، اندلاع حرب في داخل إسرائيل، حرب ضده، ضد حكومته، ضد حكم اليمين. هذه حرب لا محالة قائمة ستتم. سألت كيف سيتعامل معها؟ هو يحاول أن يبحث عن طرق ووسائل يستطيع فيها أن يظهر أمام الناس بأنه حقق إنجازات، ولن يكون عنده مشكلة. هو الآن يريد حربة، لن يكون عنده مشكلة أن يدعي فيما بعد أنه هو الذي جلب الاتفاق وقت إطلاق النار لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. لديه يعني ما من الدهاء السياسي والوقاحة وكلح المشاعر بأن يفعل ذلك.
فمهمته الأساسية وقضيته الأساسية كانت وستبقى البقاء في الحكم لكي يكون موقفه أقوى في المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد. طيب أشكرك جدا أستاذ نظير مجلي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، محدثنا من مدينة الناصرة فلسطين، كل الشكر.